طيب نروح بقى للمهم دلوقتي جدا، احنا عندنا كواليس وتفاصيل تدريب الفريق الاول لكره القدم. هنروح النادي الاهلي مع مراسلنا شريف شعبان من ملعب التتش تحديدا، وعندنا اسئله كتير طبعا عايزين نطرحها عليه. بس في البدايه خليني اصبح عليك يا شريف، انا وكريم صباح الخير. في البدايه صباح الخير نهاوند، صباح الخير كريم، صباح الخير على كل قناه النادي الاهلي في كل مكان، من الملعب التاريخي ملعب مختار التتش و10 الصبح في الاهلي معاكم في تغطيه خاصه وحصريه لتمرين النادي الاهلي اللي هيبدا بعد قليل. الان يمكن لاعبي النادي الاهلي بيجروا المسحه الخاصه بالسفر الى دوله قطر للمشاركه في كاس العالم للانديه. بص بقى يا شريف، عندنا نقاط كده عايزين نتكلم. انا عارفه طبعا انت اول ما بتبدا يعني ما شاء الله عليك معلوماتك كلها بتكون كافيه حقيقي، بس انا عايزه اركز معاك في بعض النقاط. يعني اولا امبارح شفنا اصابه في بدايه المباراه لمحمد هاني، فانا عايزه اطمن على محمد هاني ونطمن جمهور النادي الاهلي. الحاجه الثانيه الروح المعنويه اخبارها ايه، لو كان في كواليس او حوار دار ما بين موسيماني عايزين برضو ان انت تقول لنا عليه. بعد كده هنتقل معاك طبعا ليه بقى البي سي ار والاستعدادات للسفر، والسفر هيكون تحديدا امتى والساعه كام. اتفضل يا شريف. يمكن اطمنك واطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، محمد هاني اجرى الصبح اشعه السونار ويمكن هتتعلن كمان بعد قليل يعني، بس باذن الله يعني الشد دي مش قوي جدا. الدكتور احمد ابو عبله امبارح فضل راحه اللاعب عدم المجازفه من لاعب ما شعر بشد في العضله الخلفيه، يمكن باذن الله نتيجه هتظهر بعد قليل على مدار اليوم، ولكن باذن الله بنسبه كبيره جدا هيكون محمد هاني متواجد مع وفد النادي الاهلي المسافر الى كاس العالم للانديه. يمكن مستر بيتسو موسيماني بعد المباراه، بعد اي مدير فني مدرسته ما بيحبش يتكلم مع اللعيبه بعد المباراه، يمكن امبارح مستر موسيماني اشاد بالروح العاليه للاعيبه النادي الاهلي في المباراه امبارح 90 دقيقه والتكتيك الكبير اللي نفذه امبارح لاعبي النادي الاهلي. يمكن الظلم التحكيمي ما زال مستمر مع النادي الاهلي، اهداف بيتم الغائها، ضربات جزاء لم يتم احتسابها، يمكن الفار علامه استفهام كبيره جدا ضد لاعبي النادي الاهلي في كل مباراه ويمكن في كل تعادل في الفتره الاخيره الى النادي الاهلي. هتلاقي على طول ضرب الجزاء مش بتحتسب الى على النادي الاهلي، مع ان لو رجعنا للفار هتلاقي ضرب الجزاء صحيحه مليون في الميه للنادي الاهلي. عموما القادم افضل للنادي الاهلي. مستر موسيماني هيتكلم النهارده بقى مع لاعبي النادي الاهلي يمكن داخل غرف الملابس، خلاص بقى غلق الصفحه المحليه نهائيا، والتركيز في القادم، التركيز في مباراه الضحيه القطري اللي هتكون يوم في العناية أو المحافظة الشخصية على لاعبي النادي الأهلي من الكورونا، وممكن عمل المسحة اللي هتكون أو شغالة الآن مع لاعبي النادي الأهلي والمحافظة على لاعبي النادي الأهلي عشان يقدر يكون القوام كله متاح قدامه في قطر عشان يختار ال11 اللي هيشاركوا في أول مباراة في افتتاح طبعا بطولة كبيرة هي بطولة كأس العالم. امبارح الناس كلها بتتكلم عن الجل او المروان بن او قاعد على الدكه كان بيشرب ايه او بياكل ايه، عمرو السوليه بين الشوطين كان بيشرب ايه. انا سالت الدكتور عبد الرحمن دكتور تغذيه النادي الاهلي، عمرو السوليه ومروان كانوا بيشربوا ايه؟ قال لي ده جل تعويضي بيعوض الاملاح، بيعوض السكريات في الجسم علشان خاطر الاجهاد العضلي، فبالتالي اللعيب ما يجلوش شد اثناء المباراه. الكلام ده مش موجود في مصر غير قليل جدا وموجود بره في العالم كله. فالنادي الاهلي على طول دكتور التغذيه بيطلب من الاداره الاداريه والنادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، اي حاجه تفيد لاعب النادي الاهلي بيتم استيرادها من الخارج عشان خاطر لاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي بيواكب التطور، بيواكب يمكن كل اللي بيحصل في العالم كله، تغذيه، احمال، اجهزه لازم تكون موجوده للاعب النادي الاهلي عشان باذن الله ربنا بيكرمهم في الاخر بيفوزوا بالبطولات. سالته كمان دكتور عبد الرحمن عن امبارح، بعض القنوات قالت ان مستر موسيماني اشتكى من بعض زيت اللاعبين، وقالوا صلاح محسن وقالوا سعد سمير، قال مفيش الكلام ده خالص، سعد وزنه مثالي، صلاح محسن وزنه مثالي، لاعب النادي الاهلي مفيش حد عنده جرام زياده خالص، الكل وزنه مثالي، ولكن موسيماني شدد ان لاعب النادي الاهلي على طول تحافظ على وزنها، واي يعني خروج عن المالوف لازم الدكتور عبد الرحمن يقول له. الدكتور عبد الرحمن اشاد كل باوزان كل لاعبي النادي الاهلي وقال لي لاعبي النادي الاهلي مفيش حد عنده جرام زياده، كل محافظ على اكله، كل محافظ على وزنه، ولاعب النادي الاهلي بتتمتع بصحه ما شاء الله بصحه جيده. يمكن ده اللي بيخص التغذيه. التمرين هيبدا بعد قليل بعد المسحه،
المسح هتعلن نتيجتها. كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن ان هيكون في معسكر مغلق قبل السفر اللي هيكون يوم الجمعه الى دوله قطر طبعا في طائره خاصه بقياده الاسطوره رئيس مجلس اداره نادي الاهلي طبعا ورئيس البعثه الكابتن محمود الخطيب. يمكن محلل اداء او محللي اداء النادي الاهلي اعدوا على طول المباريات اللي الاهلي هيواجهها في كاس العالم وحطوها قدام موسيماني عشان يبدا يدرس الفرق تباعا ويبدا بقى الفتره المقبله يشاهدها لاعبي النادي الاهلي علشان خاطر يشوف التكتيك اللي هيلعب بيه في اول مباراه اللي هتكون يوم 4 باذن الله. يمكن كل الاجواء ان هو بتبشر ان النادي الاهلي باذن الله باذن الله باذن الله يعمل بطوله قويه جدا يعمل حاجه رائعه تشرف مصر كالعاده. لو يعني النادي الاهلي على طول بيسعد المصريين بيسعد كل الاهلاويه فباذن الله يا رب باذن الله الاهلي يكون تمثيله مشرف باذن الله في دوله قطر باذن الله ويقدم بطوله ولا اروع ولا اجمل كالعاده زي ما الاهلي عودنا في الفتره الاخيره. معاك كريم معاك نهواند لو في اي استفسار معاكم. يعني ما فيش استفسار يا شريف طبعا انت كده اديتنا معلومات كافيه بس انا هروح معاك معلش تاني لو في تفاصيل اكتر حول يعني انا عايزه اطمن طبعا احنا دايما بنقول ان الفريق لما بتخلص حاجه ما بنبص لهاش لكن اكيد وتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ كانت يعني رائعه بصراحه امبارح هو تحدث ان في ظلم بين وفي امور مش مفهومه وكان في الى حد ما برضو اخطاء تحكيميه مستمره وكان بيقول زي ما هعيد تاني انا زعلان من كابتن جهاد جريشة فكل ده اعتقد برضو ممكن يكون ليه تأثير شوية سلبي على نفسية اللعيبة فانا عايزاك تطمن الجمهور ان الوضع مش كده عايزين نعرف بالظبط هم مقبلين طبعا على دلوقتي بنتكلم عن كاس العالم للأندية عايزين نطمن هم مسافرين بروح قوية بروح معنوية هايلة وانا متأكدة طبعا بيتسو موسيماني هيوفر ده او هيزرع ده بس خلينا برضو نطمن منك. لاعبي النادي الاهلي كبار ولاعبي النادي الاهلي بيعرفوا يفصلوا كويس قوي عن اي ظلم تحكيمي بيتعرضوا له. الاهلي للاسف التعادل ليه هذا الموسم بيتعرض لظلم تحكيمي كبير جدا ولاعبي النادي الاهلي بتشعر بيه والجهاز الفني والاداري بيشعروا بيه ويمكن في احراج كبير قوي لجنه الحكام على الظلم التحكيمي اللي بيتعرض ليه لاعبي النادي الاهلي ولكن لاعبي النادي الاهلي ما قدمهمش غير الفصل ما بين الدوري المحلي والتركيز في البطوله العالميه او التركيز في المحفل العالمي اللي باذن الله الاهلي يشرف فيه مصر. مستر موسيماني والكابتن سيد بيتكلموا مع لاعبي النادي الاهلي الفصل التام خلاص نفصل على اللي بيحصل لنا على الظلم اللي بيحصل لنا نفصل ونركز في البطوله المقبله نحاول نقدم اداء مشرف يشرف جميع الاهلاويه وطبعا وبالتالي يشرف في مصر. فانا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي الروح المعنويه مرتفعه جدا الكل مركز الكل بيحاول باذن الله يقدم بطوله تليق باسم النادي الاهلي. تمام وبنقبل ده ان شاء الله ده يحصل كمان على ارض الواقع. بنشكرك جدا زميلنا العزيز جدا شريف شعبان ويعني بلغ تحياتنا للفريق لو وهم حواليك دلوقتي.